بعد طول انتظار ومراقبة مركزة لفعالية سريان الهدنة، فضلا عن إيصال بعض المساعدات، خرج الدخان الأبيض من أطياف المعارضة. فالهيئة العليا للمفاوضات وافقت على الذهاب إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة هذا الأسبوع، رغم تسجيلها خروقات وفق منسق المعارضة السورية رياض حجاب في مؤتمر عبر الهاتف من الرياض مع مجموعة من الصحفيين، أعلن فيه أن قوات النظام ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب. من جهتها تلقت الحكومة السورية دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات جنيف في 14 من آذار الحالي. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها مستعدة لفتح قواعدها العسكرية في سوريا لتوزيع المساعدات الدولية بهدف تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية. من جهة أخرى اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوضع حد للعنف في سوريا، مؤكدا صعوبة التوصل لهذا الحل، وتعهد بايدن سحق داعش في العراق وسوريا. ميدانيا أكدت وحدات حماية الشعب الكردي أن المدفعية التركية قصفت مقاتلي الوحدات في محافظة حلب الشمالية.